بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة مع Bien lire et comprendre. إذن طبعا كنا قد رأينا هذه الفقرة، نعيد بسرعة. E O joli O E O إلى غير ذلك. ثم عندنا هنا ميكي جولي ميكي، مينا جولي. طبعا هنا جولي، هنا جولي، قلنا بأننا أضفنا أه لأن الكلمة التي تصفها كلمة جولي هي مؤنثة، نتكلم عن مينا، إذن جولي مينا. ثم عندنا أي، يعني نتكلم عن واو العطف. ثم إي أ أو، أو أ إي، إي أ أو، إي أ أو، أو أ إي، إلى غير ذلك، نفس الشيء هنا. ثم عندنا هنا مينا أي ميكي، مينا وميكي، مينا أي ميكي. ثم مينا أي ميغو، مينا أي ميغو، ميغو، مينا أي ميغو. ثم عندنا نفس الحرف، عندنا إي أو، إي أو، أو إي، إي أو، أو أو إي، إلى غير ذلك. ثم رأينا إي أو أو إي، مي مو مو مي، ثم غو غو، ثم مينا 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 بالكتابة اليدوية، ميمي 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 ميمي. ثم رأينا غو كما في كلمة ميغو 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 ميغو. إذن هاد السنبلة تسمى كما رأينا في المسابق أه، إذن هذا ذكرناه في المسابق. عندما نريد أن نعرف الكلمة نقول له أو لا، لكن عندما نريد أن نترك الكلمة نكرة، ما معنى نكرة؟ ما معروفاش، كأننا ننكرها. طبعا نكتب أمام الكلمة أه، وكما قلنا بأن هاد أه هي واحد، كما نقول واحد. طبعا نتكلم عن أه دو تخوا كاتخ، إذن أه هي هذه التي عندنا هنا، تصلح في الأرقام، نقول واحد اثنين ثلاثة إلى غير ذلك. نقول مثلا أليفر، يعني كما نقول كتاب واحد أو كتابون، إذن تصلح لدى المعنيين. هنا عندنا أنيبي، كما نتكلم عن سنبولة واحدة أو سنبولة. أصلا عندما نقول سنبولة راه ضمنيا تنقولوا سنبولة واحدة، ما يمكنش يكونوا سنبولتين وأقول سنبولة. إذا الأصل في اللغة العربية أن متضمن فيها هذا واحد. في اللغة الفرنسية طبعا هنا نذكر هاد أ، إذا نقول هنا أنيبي أنيبي. طبعا رأينا في المسابق لفويل اللي عرفنا كاين أ كما قلنا، كاين أ، ثم كاين أو إي إي، ثم كاين إيكغاك. إذن هادو لي فويال. هاد أه اللي عندنا هنا تيتفرعوا منها دوطخ ز،
عندنا دي زو اخرين هما في الحقيقه نفس الاه غير تيتزاد ليه ديك لاكسون تيتزاد ديك الفتحه مره نلقاو بهذا الشكل بحال هكا مره نلقاوها بحال هكا ومره نلقاوها بحال هكا بحال هذا الشكل غالبا نتحدث عن هاد لي زاكسون غنشوف واحد الاسم غادي يشرح لنا هاد الجوج هي كلمه ليليف شوفنا ليليف ومن كلمه ليليف نعرف بان هذا حرف في هذا حرف في ليليف طبعا كما تنشوفوا عندنا لي هنا عندنا ليليف هذه بالزربه هذه بسرعه ننطقها لذلك نضع عليها هاد لاكسون ان هذه ليف مطوله شيئا ما اذا نضع عليها هاد لاكسون اخرى هذه مع طويله بحال شي حاجه تبقى متزحلقه كانني اتحدث عن شيء متزحلق يبقى متزحلقا لمسافه طويله كل واحد يعمل طريقه باش يفرق بيناتهم اذا هذه بسرعه يعني ان تاتي هكذا خاطفه اذا هاد لاكسون تعني اه التي تنطق بسرعه نقول لي لا نقول لا نقول ليليف يعني التلميذ طبعا كاين عندنا واحد ابوستروف هنا كاين ابوستروف هنا علاش لان ممكن نقول التلميذ او التلميذه في حاله التلميذ نقول لو اليف اذا عندنا لو اليف يعني ان الكلام ليس مستقيما الكلام يعني في بعض الصعوبه اصل هذه الصعوبه هو عندنا هاد لارتيكل منتهيه بإن فويل هي تنشوف هنا عندنا اه ثم كلمه الاف مبدوءه بإن فويل هذه ما تمسوهاش تنخلوها كما هي تمشيو الاولى ديما تمشيو الاولى وتنحذفوا هاد الاو اللي دايره لنا مشكل ثم نضع ابوستروف هي اللي عندنا هنا اذا هنا عاود شرحنا هاد القضيه ديال الابوستروف وشرحنا جديد ديال هاد أه طبعا هاد أه ملي تنضيفو لا أكسون بهاد الشكل تنطق أي بحال هنا أي ثم عندنا هنا هادي تاهي بحالها ولكن تنطولوها إذا تنطق ليليف يعني التلميذ إذا ماذا سنقرأ هنا سنقرأ أنيبي انيبي اذن انيبي سنبله ثم عندنا اي هو كاين عطف هنا اذا نتكلم عن اثنين هنا لا نتكلم عن السنبله لوحدها بل نتكلم عن شيء اخر معها هنا تنتحدث على شي حاجه اخرى اللي معها انيبي سنبله طبعا عندنا اه اذا هذه للاشاره تقرا اه لا تقرأ إن تقرأ إن في حالة إذا أضفنا لا أه يعني واحدة إذن تقرأ إن أما في الحالة الأخرى فتقرأ أه وطبعا هذه القضية ماشي غير هنا كاين حتى في بعض الكلمات مثلا نقول مثلا نكتب شاكة مثلا يعني شاكة عندنا هاد إن في الأخر كلمة شاكة يعني كل واحد كل شخصين إذا عندنا إي إن إذا تنطق أه شاكة هناك أمثلة أخرى طبعا في آخر الكلمة عندما تكون عندنا هاد إي إن تنطق على شكل أه طبعا هذا الصوت نفسه يكتب بطريقة أخرى نتكلم عن أه طبعا سنرى هذا فيما بعد طبعا كل كتابة تعني كلمة بعينها ليس بالضرورة أنك تكتب هذا الصوت بالشكل الذي تريده مادام أن كاين هاد أه تكتب بطريقة أخرى فهذا لا يعني بأنه جائز أن تكتب كل كلمة
ثم تكتب الصوت اللي في الكلمة بالطريقة التي تريدها. طبعا كل صوت خاص بواحد الكلمة إلا ويكتب بطريقة، مثلا شاكة ممكن ليناش نكتبه بطريقة أخرى. مثلا إذا أخذنا مثلا كلمة لابا إذا كلمة لابا هاد أ تكتب إي أن، وهذا ما تعنيش بأننا نجيو لعاد الشاكة ونديرو فيها إي أن ولابا نديرو لها إي أن. لا، كل كلمة عندها طريقة كتابة الصوت الخاص بها اللي تضمنه. إذا عندنا هنا كما قلنا، إذا كما قلنا بأن هاد إي أن تقرأ أ، عندنا إي أن، إذا عندنا لفويال إي ماشي إي، لا نتحدث عن إي، إي طبعا هو هذا، ولا نتكلم عن أو. تتعمل راسك بحال غتنطق أو ثم تنطق تقريبا إي، إذا عندنا إي ثم عندنا أن. إذا هاد الكتابة تقرأ أ، هاد الكتابة تقرأ أ، إذا المقصود بها واحد. إذا عندنا هنا أنيبي. طبعا كما قلنا فيما سبق، طبعا كلمة سنبلة في اللغة العربية كلمة مؤنثة، وهنا كما تلاحظوا بأن الكلمة مذكرة، عندنا أ وما عندناش إن. إذا في حالة تعريف ملي تنعرفوا شي كلمة المذكر تنعملوا له لو، المذكر تنعملوا له لو، المؤنث نعملوا له لا. وفي حالة الكلمة إلا كانت نكرة ما معرفاش، ما تنتكلموا على سنبولة، نتكلم عن سنبولة من السنبولات غير محددة لا نعرفها بالضبط أي سنبولة، وممكن نتكلم عن سنبولة واحدة. عندما نتكلم عن نكرة نضع أمامها واد أ في المذكر، وعندما نتكلم عن اسم أيضا نكرة ولكن في المؤنث طبعا نضع أمامه إن. إذا عندنا أ ثم أي كما ذكرنا الآن، ثم بي إي، بي إي تنطق بي، عندنا أ ثم أي ثم أي بي أني بي. إذا طبعا عندنا أي بي، إذا عندنا أي بي، إذا نتكلم عن سنبولة، ولكن فرنسية نتكلم عن كلمة مذكرة. ثم عندنا إن أوليف، إن أوليف، إن أوليف، وكما تلاحظوا هنا بحال هذه الحالة ما تنديروش فيها القضية اللي تكلمنا عليها من قبل، أننا نحذفوا أ ونضع بوستخوف، رغم أن هذه منتهية بأ وكلمة أوليف مبدوءة بأو. إذا نتكلم عن دو فويال، تنتكلم على أو ونتكلم عن أ، إذا هذو راه بجوج دو فويال. في حالة إن لا نحذف هاد أ. إذا كما قلنا الآن عندنا إن أوليف، إذا نتكلم عن زيتونة، زيتونة طبعا زيتونة في اللغة العربية مؤنثة، وكذلك وكذلك في اللغة الفرنسية. إذا إن أوليف، إن أوليف، إن أوليف. إذا كما قلنا عندنا هنا عندنا أو، طبعا الكلمة مبدوءة بأو، الكلمة طبعا كما نلاحظ أن مبدوءة بأو، إذا نقول أو، أو لي، عندنا آل ثم إي تنطق لي، ثم عندنا هنا ذ، ذ ماشي بحال قبل عندنا له، هاد أو أن تسمع شيئا ما نقول له، له، أو مثلا د إلى غير ذلك، لكن هنا تنتكلم على أوليف، أوليف، يعني بحال عندنا واحد السكون فوق هاد في، إن أوليف. إذا كما قلنا أنيبي، أنيبي، إن، إن أوليف.
عندنا كلمة أخرى اللي هي هذه شفنا من قبل، رأينا هذه الكلمة لو لو، إذا نقول لو ثم دو دو مي نو لو دومينو لو دومينو، إذا نتكلم عن لعبة الدومينو. ثم عندنا هنا لو كيلو لو كيلو، إذا نتكلم عن الكيلو، إذا نتكلم عن وزن الكيلو بالشكل المعرف هنا. عندما أقول للطفل آتني بالكيلو، إذا طبعا سيذهب له مباشرة لأنه يعرف هاد الكتلة أين أضعها. مثلا نقول مثلا دون مولو كيلو، اعطيني الوزن كيلو، طبعا الوزن معروفة. ممكن أنني أقول لشخصين دون مو ان كيلو، دون مو ان كيلو، اعطيني كيلو وزن كيفما كان، ليس بالضرورة وزنا محددا بعينه. إذن هناك فرق عندما نعرف الكلمة وعندما لا نعرفها، وعندما نضعها غير معرفة المقصود أن تكون نكرة. كما قلنا الآن لو ثم كيلو كيلو، إذن كما ذكرنا فيما سبق، إذن عندنا لو، إذن هذا رأينا فيما سبق، ثم عندنا كي، إذا عندنا ك تكتب هذا الشكل على عكس اش، ذكرنا هذا في المسألة. نذكر بها أيضا، إذا عندنا لو كي لو كيلو، ثم عندنا لو ليتر لو ليتر لي لي لو، دائما نفس الطريقة. ثم عندنا لي لي تخ، من هاد الاسم نعرف بأن هذا حرف الطي لو ليتر. طبعا حرف الطي في اللغة الفرنسية ممكن ينطق كالتاء وممكن ينطق كالطاء، إذن على حساب كل كلمة، وهذا طبعا سنستصيغه في النطق، وهذا طبعا سنعرفه من خلال النطق. أحيانا يأتي متوافقا سهلا في الكلام عندما يكون على شكل تاء، وأحيانا يكون أسهل عندما يكون على شكل طاء. حتى هنا ما نقولوش لوليتر لوليتر، إذا نقول لوليتر، إذا أسهل لوليتر، نقول نحن الليتر الليتر، إذا نتكلم عن إترو تنقولو إترو لوليتر. إذا نكتب لو ليتر لو ليتر، إذا عندنا R اللي شفنا من قبل، إذا تكتب بهذا الشكل. إذن لوليتر، إذن الليتر. ثم عندنا كنا عندنا هنا لو ليفغ لو ليفغ، إذن الكتاب الكتاب لو لي لي لي، لكن هنا ما عندناش تي ار او تي ار او تي ار او، هنا عندنا في ار او في ار او لو ليفغ. لو ليفغ، لو ليفغ الكتاب. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.